الشباب في حركة كتير اتطلبت مني، انا واحد يا قابتن نفسي امشي على ايدي يا قابتن، عاوز اجري على ايدي يا قابتن. يا ابني انت مش ربنا خلقك على رجليك يا عاوز تمشي على ايديك؟ عموما يعني احنا ان شاء الله بنتعلم حركة يا جماعة قوية جدا، بتتعمل في الجمباز، في ستريت ورك اوت، في الكونغ فو، حركة ملاش حل. يعني شقلب حياتك بدل ما انت عمال تمشي على رجلك، تمام يا عم؟ امشي على ايدك، شقلب الحياة، تمام؟ هنتعلم يا شباب حركة المشي والجري على اليدين، هنعكس بقى. طيب أول حاجة لازم تكون بتعرف تعمل هاند ستاند، الوقوف على الإيد، لأنك لو بتعرفش تقف على إيدك مش هتعرف إيه تمشي على إيدك. ومش لازم تكون بتقف على إيدك اللي هو ثابت جامد، عادي حتى لو بتمشي يعني بتقف يعني مثلا حتى لو بتقف 10 ثواني تعرف تمشي عادي، أو أقل من 10 ثواني، تمام؟ هحاول اديكم الطريقه باذن الله تكون سهله ازاي تمشي على ايدك وازاي انك تجري على ايدك. حلو، اهم حاجه يا ريت يا عم المصور تجيب جسمك كله بعمل حركه، تمام؟ طيب نركز يا شباب بقى دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه وانا همشي على ايدي نركز. يلا ماشي يا شباب، نركز دلوقتي بقى على الطريق. اول حاجه بصوا معايا انا هعمل ايه في الهاند ستاند. اوكي انا كنت بنزل بالتو هاندز توجذر، كنت بنزل مع بالايدين مع بعض في نفس الوقت، كنت بعمل كده صح اهو. لكن هنا بقى ادام همشي على الايد على اليدين، هبدا ان انا هعمل ايه وانا بنزل؟ همد ايد 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 مع ايد، ايد مع ايد، تمام؟ او ايد خلف ايد، ايد امام ايد، بالشكل ده هكون اهو واقف عادي خالص. بصوا عامل ازاي اهو، 1 2 3 4 5 6، دي الطريقة يا جماعة، تمام؟ تاني اهو يا شباب، ها 1 2 3 4 5 6. نحاول مثلا أول مرة نعمل 3 خطوات ونحاول نعملها واحنا بنمشي مش واحنا واقفين، واحنا بنمشي أفضل. اوكي this is the best way. واقف عادي خالص اهو الخطوة اهو، ها 1 2 3، برافو حلو. طيب وانت بتمشي على ايدك هتلاحظ ان رجلك بتسقط لورا، وممكن تلاقي نفسك وقعت بالشكل ده كده. ليه؟ لان لازم ترفع رجلك زي الهاند ستاند عادي جدا. اوكي لايك هاند ستاند يو هاف تو دو ات عادي جدا اهو يا شباب، اهو نازل 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا، حتى 3 خطوات في 4 خطوات في 5 خطوات وهكذا. تاني يا شباب اهو براها خالص داخل، بص هو بدخل اهو انا نازل اهو، ارفع هاند ستاند عادي خالص اهو 1 2 3 4 5 6 7 ايد قدام ايد. عايزك تنزلي تحت كده، ايه عاوزك على ايدي رامي اهو. تاني يا شباب الطريقه اهوت، تمام؟ اوكي هل ممكن نجري؟ ممكن نجري، هتكون نفس الطريقه بس الفرق ايه؟ همد ايدي جامد، ويفضل ان انا اتني رجلي، في ناس بتعمل كده عادي جدا، لكن لما تتني رجلك كده هتلاقي نفسك اسرع، تمام؟ اوكي لو عملنا 4 خطوات نقعد نكمل 6 خطوات 7 خطوات 8 و10 وهكذا لحد ما احنا ممكن نمشي ايه اهو بعيد بقى. لقد هربنا من اجل هذه اللحظه. ماشي يا جماعه، دي هاند ستاند، ازاي نمشي ازاي نجري. نراجع حركه الوقوف على الايد في الديسكربشن تحت الرابط. ربنا يوفقكم وانتظروا الفيديو القادم. Peace.